السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هشرح لكم النهاردة طريقة تنزيل التطبيقات أو الألعاب من على جوجل بلاي أو بلاي ستور. هندخل على صفحة جوجل عادي خالص، وهنكتب فيها APK داونلود. هو دخلنا هنا، هنبص على أحسن مكان ننزل منه الموقع اللي اسمه ABKView. ندخل عليه، هكتب هنا اسم التطبيق او اسم اللعبة او ايا كان اللي انا عاوزه من على جوجل بلاي، هكتبه هنا. وليكن مثلا اي حاجة، يعني برنامج نروح لجوجل بلاي، ندخل على الموقع، ناخد مثلا لعبة صغيرة زي دي كده، Angry Birds، واخد اسمها كده كوبي، واروح على الموقع التاني واحط اسمها هنا وادوس سيرش، هيجيب لي اللعبة هي هنا في الموقع ابي كيبيور اهو، اللي هي دي انجلي بيرد. هدخل عليها، هدوس على قراءة المزيد دي، وهلاقي هنا تحميل ABK كده، هندوس عليها هتبتدي تنزل. جاب التحميل اهو، هحتفظ بيها في المكان اللي انا عايزه، بقت عندي خلاص. بس كده كده انتهينا من الشرح. لو عجبك يا ريت تدوس لايك، ولو مش متسجل يا ريت تدوس سبسكرايب. شكرا ليك.